المفروض ان انا واقف دلوقتي قدام المحل اللي تخيل الاستاذ نجيب محفوظ ان هو محل السيد احمد عبد الجواد. الحقيقه هو زي وهو ما تخيل البيت والبيت مكانه قصر بشتاك، هو تخيل المحل في سوق النحاسين. النحاسين جزء من شارع المعز لدين الله كان بيتباع فيه النحاس، والمقريزي ذكره بنفس الاسم. يعني ده جزء قديم جدا ما زال لغايه دلوقتي خاص بالنحاس. المفروض محل السيد احمد كان هنا. محل السيد احمد هو كان محل عطار على علاف، يعني كان تاجر يبيع العطاره ويبيع الحبوب وكده. بالنسبه للنحاس، طبعا النحاس دلوقتي ما عادش حد بيستخدمه، اصبح زي الانتيكه. لكن المحل هنا كمان من المحلات القليله اللي بتعمل العارضه مثلا نحاس قديم او جوسق المساجد. ده الجوسق اللي بيتحط فوق المدنة، اخر حاجه بتتحط فوق المدنة، وما زال بيتعمل لغايه دلوقتي. يعني بعد ما وقفنا مطرح محل السيد احمد، انا بتخيل ان احنا بنمشي الرحله بتاعته. طبعا من الصبح الرحله كانت من البيت لغايه المحل لغايه هنا، بالليل بقى كان ليه رحله تانيه. البيت بتاع جليله العلمه يقع تقريبا حسب ما انا عينت المكان في الحمزاوي. هنروح نشوف الحمزاوي في ايه بقى النهارده. ياما مشيت انا والاستاذ نجيب محفوظ في الشارع ده، يمكن كان من احب الاماكن ليه. احنا دلوقتي في الحمزاوي زوايا المدق في الصناديه على الشمال. الاشرف برسباي، واحد من اجمل مساجد القاهره. الاشرف برسباي ده غزا قبرص وفتحها، وما تزال خوذة ملك قبرص معلقة في المسجد. لكن أرجع للثلاثية، طبقا لوصف الأستاذ نجيب محفوظ، لما كان السيد أحمد بيروح بقى ليالي الأنس واللي ما بيبقاش فيها السيد، المفروض إنه حسب وصف الأستاذ نجيب بيت جليلة كان في المنطقة دي، يعني كان على ناصية الحمزاوي ده. سوق الحمزاوي هو سوق العطور، سوق الدهون والعطور والاعشاب والعطاره. يعني الحمزاوي الكبير ورانا هو جزء من شارع المعز لدين الله. بندخل دلوقتي شارع الحمزاوي الصغير. طبعا العطاره على يميننا وعلى شمالنا والعطور. لكن انا في حدود خبرتي في القاهره لا يوجد الا هذا الشارع ما زال محتفظ بكل معالم السوق القديم. يعني الدكاكين مفتوحة على طول على الشارع. السلام عليكم. ما فيش حاجز بين صاحب المحل وما بين الزبون. أصناف العطارة، أصناف المشروبات زي الكركديه والحلبة. رجعنا تاني لفندق الكلوب العصري زي ما انا اعرفه، لكن دلوقتي ما اسموش فندق الكلوب العصري، اسمه فندق الصفا والمروه. هنا بقى
انا عايز اتكلم يعني عن يعني ايه القاهره مدينه عريقه، ويعني ايه مركز ثقافي. اللي بيفوت دلوقتي من الشارع وهو جاي من سيدنا الحسين نازل على خان جعفر على بيت القاضي هيشوف فندق اسمه الصفا والمروه، لكن هذا الفندق مرتبط بحدث مهم جدا في تاريخ الثقافة المصرية. أولا أنا ليا ذكريات هنا لأن كنت باجي مع الوالد وأنا طفل، كان في هنا قعدة جميلة جدا ذات ساعة العصر أو بعد صلاة الظهر، رجل من السودان وعبد المقصود أفندي كان هو كاتب الفندق. كان الفندق ده ملتقى الأعيان وملتقى العمد وملتقى تجار القطن والناس اللي بيجوا. الوالد كان بيجي عشان يقابل قرايبنا من الصعيد واللي جاي ويعرف أخبار البلد ومين اتجوز مين ومين مات ومين سافر والى الى الى اخره. كان بالذات في فتره الحرب، حرب 48، كان في راديو كبير هنا كده بيقعدوا يسمعوا منه ويعرفوا الاخبار. الفندق مبني في القرن 19، لكن هذا الفندق شهد حادث مهم جدا. السينما لما ظهرت في فرنسا 1895 ثاني بلد في العالم عرفت سينما هي مصر. الأول اتعرض فيلم في اسكندرية، وكان في البداية مجرد أفلام كده زي الأفلام التسجيلية صامتة، وبعدين اتعرضت سنة 1910 أول فيلم عرض في مصر في هذا المكان. في هذا المكان يذكر ذلك الدكتور حسين فوزي في مذكراته، ويذكر ذلك الأستاذ نجيب محفوظ أيضا فيما رواه لي. وكانت السينما هنا في المكان ده. المكان ده تحتيه صالة كبيرة جدا، كانت السينما في الشتاء بتعرض تحت وكانت في الصيف بتعرض فوق. كان عبارة عن مكنة بتدور وكان فيه واحد يقف يترجم جنب الشاشة وبيانو، ممكن يعمل موسيقى حية لأن ما كانش فيه طبعا موسيقى بتتركب على الصوت. الأستاذ نجيب بقى كان بيجي هنا وهو طفل، الكلام ده سنة 15-16 قبل ما يروحوا العباسية، فكان بيجي ويتفرج على الأفلام وتعرف على شارلي شابلن هنا، وبيقول لي السينما دي فتحت لي أفاق، ويعني اتفتحت أفاق في حياتي ما كنتش أتصورها. خان الخليلي من أسواق القاهرة وأحد الأسواق المتبقية كما كانت تقريبا في العصر المملوكي. انا باستمرار بحب ادخل الخان من ناحيه مسجد سيدنا الحسين لاني كنت باجي مع الوالد بعد صلاه الجمعه من هنا من نفس الطريق ده. هنا كان فيه اليمين خياط بلدي اسمه الحاج الصاوي، وده كان مكان ملتقى للاعيان للعمد اللي جايين من البلد، وكان الوالد بيلتقي فيه بواحد رجل فاضل جدا الله يرحمه المستشار محمد خلف الحسيني. ده هو كان اللي الحقه بالعمل بوزاره الزراعه اللي اشتغل فيها الوالد. انا اعرف الخان منذ الطفوله واشتغلت فيه سنتين كمان لما توليت الجمعيه التعاونيه الخان الخليلي مع صديق عزيز المهندس فخري زكي بطل. ذكريات كثيره جدا، لكن ساتوقف عشان نعرف خلفية المكان اللي احنا ماشيين عليه. هذا المكان كان جزء من القصر الشرقي الكبير، جزء من القصر الشرقي الكبير اللي احنا ما زلنا بندور في محيطه. ولما جه المعز لدين الله الى القاهرة حمل معاه رفات اجداده الخلفاء الفاطميين. خلفاء كان لهم يعني وضعية خاصة جدا، وخصص جزء من القصر كتربة ليهم اسمها تربة الزعفران، هي المكان اللي احنا واقفين فوقيه الآن. يعني المكان ده أصلا كان مقبرة للخلفاء الفاطميين، ما يدفنش فيها حد تاني، الخلفاء فقط. عشان نشوف بس ازاي التغير بيلحق كل شيء، ازاي ما فيش شيء بيظل على حاله مع نهاية الدولة الفاطمية وزوالها ومجيء صلاح الدين الأيوبي
انتهت الدولة الفاطمية الدولة الشيعية وجات رجعت السنة تاني إلى مصر. أزيل القصر بدأ يتخرب، ومن ضمن المناطق اللي أزيلت مقبرة الزعفران، مقبرة الخلفاء الفاطميين نبشت وألقيت بقايا الخلفاء في كمان الزبالة اللي هي خارج القاهرة، وانتهى الأمر بالمقبرة إلى الاختفاء والزوال. في العصر المملوكي جه الأمير جهركس الخليلي في زمن السلطان برقوق وبنى خان الخليلي. الخان يعني كان زي وكالة، احنا شفنا نموذج لوكالة كاملة اللي هي وكالة بزارعة، خان الخليلي كان كده، وفاضل منه جزء هنشوفه دلوقتي. لكن الخان اللي وعيوا عليه زي يعني من الأربعينات دايما بيرتبط بعمارات الأميرة الشويكار. العمارات دي اتبنت سنة 30، اللي هي العمارات اللي لونها أحمر وردي، ودي اللي وصفها نجيب محفوظ في روايته الشهيرة اللي إدى المكان عنوان ليها، رواية خان الخليلي بطلها أحمد عاكف، النموذج الأمثل للأخ المصري الكبير اللي بيضحي بحياته عشان الأسرة، وهي رواية من أجمل روايات نجيب محفوظ. أخيراً أدينا بقينا قدام الأزهر، يعني أقدر أقول كده أن عمري كله متوزع في المنطقة دي. عادةً أنا لما بجيب أصدقائي أو بأصحب بعض الناس اللي أنا بحبهم عشان أوريهم المكان الأساسي اللي احنا رايحينه النهاردة، أنا ما برضاش أقول لهم عليه لأنه غالباً بيبقى مفاجأة. لكن قبل ما ندخل المكان أنا عايز أتكلم على المنطقة دي. طبعاً ورانا أقدم مركز ثقافي في العالم الإسلامي كله، مركز العالم السني، الأزهر الشريف نقدر بنشوفه بالمآذن بتاعه. هنا عايز أقول إن شارع الأزهر ده شارع حديث، يعني ما كانش موجود قبل كده. الشارع كان قبل يعني مسدود، عبارة عن مجموعة أزقة وحواري، لكن في سنة 1930 اتفتح شارعين أساسيين في القاهرة طبقا للنظام الغربي، يعني شارع مستطيل مباشرة، فتح شارع الأزهر وشارع الأمير فاروق اللي اسمه دلوقتي شارع الجيش. وشارع الأزهر اتفتح لأنه كان في سبب عسكري، الدروس اللي خدها الإنجليز من ثورة 19 أنه لازم يكون في شارع واسع يفوتوا منه عشان توصل الآلات العسكرية الحديثة لمركز الثورة اللي كان هنا في الأزهر. نقدر نشوف البيت الجميل ده، البيت الأثري اللي وراه جامع محمد بيك أبو الدهب اللي بنى قدام الأزهر، وفي عمارة حديثة من العشرينات عمارة بنزيون. العمارة دي لما اتبنت الناس قعدت 3 سنين مقاطعينها لأنها عليت على الأزهر، فالناس كانت إزاي عمارة تبقى أعلى من الأزهر، وبعدين سكنت بصعوبة جدا. بعد كده أصبح النهاردة يعني مستحيل الحصول فيها على متر فاضي. على أي حال هنا شارع الأزهر بيعتبر شارع رئيسي في القاهرة، بالنسبة لي كان آخر حدود العالم لغاية سن 12 سنة، لأن أنا جوه كنت بتحرك بأمان في الأزقة وفي الحواري في قصر الشوق اللي كنا بنسكنه. لكن لما بنوصل شارع الأزهر بيصبح شارع الأزهر انفتاح على الشارع الخارجي، خاصة كان فيه هنا ترماي. الترماي كان نمرة 19 وكان بيعتبر وصلة. يعني ايه وصلة؟ يعني انا بقطع تذكرة في نمرة 19 اقدر اركب بيها بعد كده نمرة 22 و21 اللي بيروح شبرا، 15 اللي كان بيروح الجيزة، فكان وصلة من هنا الميدان العتبة. شارع السندقية او حارة السندقية كما كانت، هو شارع ضيق الان اصبح موازي لشارع الازهر. دلوقتي بيغلب عليه الطابع التجاري لأنه مركز تجارة المال الفاتورة والجملة، غالباً أدوات
مدرسية، أقلام، كراسات إلى آخره. لكن هذا الشارع كما ذكرت ذاكرته قوية جدا ومدجج بالآثار كان بيعيش فيه هنا المؤرخ الشهير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، بيته كان تقريبا في مكان المنطقة دي. الأستاذ نجيب محفوظ لما راح العباسية وبدأت علاقته تبقى بالحي علاقة يعني مغترب، بدأ يرجع له بتأثير الحنين لأنه عاش هنا 12 سنة. اتعرف على واحد كان من أهالي العباسية وكان شخصية مغامرة جدا، يعني يسافر ويختفي ويرجع ويظهر مرة يعمل نفسه جاي من عند الرسول ويبيع للناس عطور وتراب على عينهم المدينة المنورة، ومرة يختفي في الصعيد ويعمل شيخ. المهم الوكالة دي أدرجت كأثر أخيرا، لكن الشارع ده خد اسمه من الوكالة. طبعا كما هو واضح الوكالة كانت مركز لعملية التعبئة وصناعة الصناديق اللي هي خاصة بتعبئة البضاعة. نبتدي نقرب شوية شوية من النقطة دي ونتوقف هنا. مين يتصور ان هذا المكان الصغير جدا المنسي تقريبا في القاهرة القديمة هو زوايا المدق؟ احنا الان امام زوايا المدق اللي اصبح معروف في العالم كله بعد ما ترجمت الرواية الى اكثر من 50 لغة، وهنشوف عبقرية نجيب محفوظ ازاي طلعت هذه الرواية الرائعة من هذا المكان. طبعا الكراريس دي مخبية على المدخل، كان فيه هنا يافطة زرقاء عليها اسم زوايا المدق اتسرقت من كذا سنة، لكن المدق ما زال محتفظ بكل المعالم بتاعته كما هي وزي ما وردت في الرواية بالظبط. يمكن اللي قروا الرواية يتذكروا عم كامل بتاع البسبوسة كان بيقعد هنا وكان تخين شوية بالظبط زي ما وصفه نجيب محفوظ. القهوة الشهيرة اللي اتوصفت في السلام عليكم اتوصفت في الرواية ما تزال موجودة زي ما هي لحسن الحظ، اتفتحت في السنوات الأخيرة كانت اتقفلت شوية. العطار ادي بيت حميدة، بيت حميدة ده مفترض يعني ان هو دكان عباس الحلو. طبعا انا عايز اقول ان في فرق كبير جدا بين الشخصيات زي ما اتصورت في الرواية وفرق كبير جدا بين الشخصيات زي ما هي في الواقع، لكن المكان كديكور المكان مكان الرواية هو نفس المعالم الخاصة. ليه اسمه المدق؟ احنا ممكن نستمر وهنشوف قبل ما نرجع نقعد على القهوة اللي كان بيجي يقعد عليها الأستاذ نجيب محفوظ لغاية وقت قريب، ونشوف ايه ازاي استوحى الرواية وازاي شاف المكان وازاي عبر عنه. السلام عليكم. ازيك يا سيدنا؟ ازي الصح؟ ازيك؟ دقيقة واحدة وهجي لك عايز ادردش معاك شوية كده. هنا بعد الحارة بيبتدي المدق. كلمة مدق يعني مكان أو طريق مهدته الأقدام، جاي من قدم، فما ترصفش ما تسواش، إنما اللي سواه مرور الناس. المكان ده هو المدق، بس السلالم دي ما كانتش موجودة. إنما هنا في ده المدق هو بيطلع فوق على مجموعة من الورش، دلوقتي عبارة عن درجات فوق في ورش جلود وفي بعض الحرفيين. لكن أنا عايز أتكلم عن الفرن هنا، عن الفرن. الفرن ده اللي وصفه نجيب محفوظ واللي كان بيعيش فيه واحد أو شخصية هو تخيلها استوحاها من المنطقة. أنا الحقيقة ككاتب مبهور بهذه الشخصية، وساعات من كتر يعني إعجابي بيها أحب أحكي عنها، لأن ليها دلالة في الحياة. الشخصية اللي عاشت هنا زيطة صانع العهد. زيطة ده كان مقطوع من شجرة، لكن كان بيقيم في الفرن دي ويأوي ليه، وكان متخصص في حاجة غريبة جدا، يعمل عاهة للي عايز يبقى شحات عشان يسترزق منها، يعني يفقع عين واحد، يكسر رجل، يعوق، يعمل له ايده عشان يقولوا حسن لنا في الشارع. في يوم من الايام جاله واحد لابس بدله مهيب طويل عريض دخل في المكان ده،
وراح له هنا في الفرن وقال له يا عم الزيت انا عايز اكل عيش. قال له عايز ايه يعني؟ قال له يعني اعمل لي عاهة اكل بيها عيش. وهو بص له كده وقال له انت مش محتاج حاجه خالص، انت بالهيئه بتاعتك دي تميل على اي واحد في الشارع وهو ماشي وتقول له حسن الله، هيخاف منك ويدي لك الشاسيه بتاع الراجل نفسه هو وسيله الشحات. طيب ايه راي حضراتكم بقى؟ انا عرفت في حياتي نماذج يعني الشاسيه بتاعها كان سبب في انها احتلت مراكز كبيره او خدت مكانه كبيره جدا لا تستحقها عند مجموعه لمجرد انه ربنا اداله هيئه. والنماذج في الحكايه دي كتيره جدا، سواء في الحياه الثقافيه او في الحياه الاجتماعيه او في اي حياه من نوع تاني. لكن تشوفوا ازاي عبقريه نجيب محفوظ من هذا المكان المنسي اللي محدش يعرف طريقه، لقط هذه الشخصيه ولقط حميده ولقط عباس الحلو وصور انعكاس ما يجري في العالم كله، الحرب وتاثيرها على المجتمع، وازاي حميده خرجت من الزقاق البنت البلد الجميله الطيبة عشان تصبح برستيتيوت لما شافها القواد اللي كان بيجي يقعد على القهوة دي. ممكن ايه الحتة؟ انا هفكرك بحاجة. فاكر لما جيت انا والاستاذ نجيب محفوظ هنا من حوالي يمكن 25 سنة ووقف يتكلم معاك، ابتدى يسألك اسئلة فانت بصيت له كده وقلت له ياه ده انت فاكر حاجات قديمه قوي. كنت بتقصد ايه في الفتره يعني لما انت لما سالك عن الوالد؟ هو كان يعرف الوالد؟ اه. الوالد توفى رحمه الله عليه. ربنا يرحمه. آه. بس. لكن انت او يعني اقدم صوره تفتكرها للاستاذ نجيب هنا؟ يعني هل توعى عليه لما كان بيجي يقعد على القهوه؟ كان بيجي يقعد على القهوه هنا. كان شباب بيجي ماشي ويروح ماشي. كان بيجي من هبة الغور ساعات. أوه. ويتمشى و... لكن حصل بينك وبينه صلة او كلام؟ لا بيجي يقعد جنبنا ويسأل برضه على اساس ان هو يعتبر ان هو من الحارة. طيب لما شفت الرواية، انت شفت الرواية في الفيلم؟ أوه. وشفتها في المسرح ولا في الفيلم بس؟ في الفيلم بس. ايه رأيك فيها؟ هي الرواية حتة من القصة اللي كاتبها. اه. بس. لا يعني الشخصيات اللي هو كتب عنها. هل شخصيات اسمها ايه؟ منهم عم كامل بتاع البسبوسه. آه. وعم مين؟ وعيلته موجوده لغايه دلوقتي. آه. الولد ده يبقى ابنه. تعال قرب. اللي بيضحك ده؟ اه قرب قرب. تعال تعال قرب قرب. تعال اقعد انت. قرب تعال. ده ابنه. يا اهلا وسهلا. ابن عم كامل. اه. انا اوعى على عم كامل بس هو. آه. كان تخين وابيض. لا كان ابيض اه بس كان راجل كبير. بس كان مليان شويه. لا مليان. ده اسمر من زيك. زيك. هو ده امه من هنا. اه اهلا وسهلا. الجد الكبير سوري. طب انت تفتكر عم كامل؟ تفتكر الجد؟ افتكر انا هو كان بيقعد هنا في السنه دي. كان بصنات بسبوسه جميله. آه.